تقبل الله يا اخوي. منه ومنك يا فواز. صليت العصر؟ لا انا اخوك. كله للصلاة. ان شاء الله الحين بقوم اتوضى واصلي. امي تبيك تحت. نعم الله. شنو؟ أكلمك وحنا واقفين. تعال خلني قعد. معلش معذريني. بكرة ورا امتحان ولا عندي وقت أذاكر. ما يخالف يا وليدي. عطني من وقتك بس 5 دقائق. تعال يما. خير يا يما. أنت تعرف واحد اسمه سعيد السمراني؟ إي أعرفه. أخو زميلي بالمدرسة وهو عريف بالشرطة. ومو عيب عليك تقول له ان عمك مرزوق مدمن ويلعب قمار؟ اللي قالك هالحكي كذاب. استح، اشوف له حيا ولا حشيمه. عمك مرزوق ما يكذب. ايش درى ان اخو صديقك عريف بالشرطه؟ وش مصلحتك انت ها؟ تبي تفتك منه وتسجنه؟ بعدين وش الاشاعات هذه اللي كل يوم والثانيه مطلعها على عمك مرزوق؟ اشاعات؟ وحالته لما رجع ليله البارحه ما عرف راسه من كرياسه. اشاعات؟ ما احتاج اتكلم عن مرزوق واقول انه مدمن. الكل عارف وعارف بلاوي الا انتي. بس تهدف ولا كلمة. الحين بس تأكدت انك انت اللي علمت الشرطة عن عمك مرزوق وخليته يراقبه. لكن من اليوم ورايح يا سالم انا اللي بوقفك عند حدك. وقصر لسانك احسن لك، ولا تجيب طاري عمك لا بخير ولا بشر. ترى ما تلوم الا نفسك يا سالم. والحين يلا يلا على غرفتك يلا.